كده اهو، ونرجع من اول وجديد. عندي حته لحمه مفرومه حلوه قوي، شكلها زي ما حضراتكم شايفين واضحه جدا، ما فيهاش اي صعوبه. عايز اشوحها كويس واعمل خلطه حلوه للبشاميل بتاعي بطريقه تكون سهله وبسيطه. ادي عندي، حاضر عينيا الاثنين. ناهد هاني، صباح الورد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا بيك يا استكل. الله يخليك. طمني على صحتك، كله تمام؟ الحمد لله في نعمه. تحت امرك امر يا ماما. الله يديك الصحه والعافيه ويزيدك من نعم الله. الله يخليك. اسمها القمر اللي جنبك ولا اسمه ايه؟ لا دي دعاء. دعاء ما شاء الله اسمها جميل. ربنا يحفظها لك يا رب. الله يخليك ويديك الصحه والعافيه. يا اهلا وسهلا بيك يا ماما، تحت امرك يا رب. لا بشكرك والله على كل حاجه انت بتعملها. ربنا يخليك، تسلمي. كتر الف خيرك ويديك الصحه ويزيدك من نعيم الله. العفو يا فندم. لا شكرا على واجب، تحت امركم يا رب. تحت امركم. شكرا جدا ليك يا ام دعاء، تسلمي. اي خدمات يا ماما؟ بسم الله. يا ما تعصبش ابدا. الله يخليك، شكرا جدا ليك يا ام دعاء، تسلمي. صباح الورد. سنه زيت مع مكعبين زبده كده اهو، حلوين. عايز اعمل حبه بقى تعصيك حلو. ايديا بقى على التقليب على طول، ملح وفلفل. حطينا حبه زيت، الحله كانت سخنه، هفرولهم على طول على السريع كده اهو. نعلي النار على الحمام كمان كده اهو، وارجع تاني في التقليب. مجهز عندي بصلايه كبيره، هعمل حشو لطيف ان شاء الله بسيط، وكمان اشوف حله كمان جنبي كده صغيره عشان اعمل حبه بشاميل حلوين برضو. نجيب الحله دي حلوه، بسم الله الرحمن الرحيم. او دي ماشي، نعلي عليها النار شويه كده اهو، ونحط فيها لتر لبن عشان نعمل خلطه بشاميل سهله جدا. بسم الله، ونسيبها تدفى شويه ونشوف هنعمل ايه. نرجع تاني للمفروم ونعصق حاجتنا كويس اهو كده اهو. شوف شايف المنظر عامل ازاي؟ ما خدتش مني وقت خالص، بسيطه جدا والامور سهله. ابدا دلوقتي اجيب ايه بقى؟ بصلايه حلوه كبيره، يعني البصلايه دي حلوه ماشي، بس ممكن ازود عليها تاني بصل تاني. ده الحشو بتاع المكرونه البشاميل كده اهو، واقلبهم مع بعض. عايز احيقها بقى وادلعها شويه، اديها عندي معلقه ثوم، معلقه ثوم حلوه كده تدي نفس اهو. وعندي كمان في قلب الحشو ده هدي صلصه طماطم اهو. نجيب بس معلقه كده اهو، معلقه حلوه اهو، شوف معلقه صلصه طماطم. ندلعه النهارده شويه بقى كده اهو، ونروح محيقين نص مكعب في النص. نجيب عندنا حبه الملح بتوعنا، وكمان حبه بهارات مشكلين حلوين كده اهو من دول، وكمان حبه بهارات تانيين من الناعمين دول وارجع تاني واقلب شوف بدا التعصيب يبان ازاي. انا شايف ان البصل قليل، انا هاخد بصل الشوربه واديه لي تاني. اوكي شايف البصل ده كمان يا ابراهيم، عشان دول قليلين شويه، انا احب البصل يكون كتير الصراحه في قلب الحشو كده، عشان بيدي نفس وبيزود الكميه، يخليني اقدر احشي براحتي وابقى تمام التمام شوف المنظر. مع اساس طماطم، مكعب مرقه، حبه ملح، وحبه فلفل، حبه بهارات مشكله، حاجات لطيفه كده تدي نفس كويس شوف الحشو عايزين نخليها سبايسي ماشي، ممكن ندي لو حبينا ندي تاتش كده صغير في النص، يعني سنه فلفل سبايسي. انا بس عايز اوضح لحضراتكم حاجه، احنا مش مقصرين في التليفونات والله، بس احنا غالبا عندنا خط او خطين بس اللي شغال، فده ممكن يكون اللي عامل كده. لكن انا بعتذر بس لحضراتكم عشان بس انا عارف ايه ان يعني بتزعلوا، وده حقكم طبعا، بس لازم اقول العذر اللي عندنا، لان يعني لو سكت يبقى حد ممكن يفهم غلط. هو بس عندنا يعني التليفونات يعني ايه خط او خطين بس اللي شغالين، ده كمان حتى مش من القناه ولا يعني حاجه من بره. يا فندم حاضر يا فندم. تاني ريناد. الو الو، صباح الفل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك يا ماما. عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم، كله بخير نحمد ربنا. اخبارك كويسه؟ الحمد لله يا فندم، كله بخير والله. الله يقويك. طب يا حضرتك انت كله تمام؟ بين ايديك يا رب. الله يخليك يا ماما، تسلمي. كنا عايزين نعرف بس طريقه البيتزا. البيتزا عينيا الاثنين، حاضر يا ماما. حاجه ثانيه؟ لا الف شكر، الله يبارك. شكرا يا ماما، صباح الورد عليك. حاضر عينيا الاثنين. البيتزا
هنجيب كوباية الدقيق قدامها نص كوباية مية، معلقة زيت زيتون كبيرة، نص معلقة ملح، نص معلقة سكر، ومعلقة خميرة بودر. على المية اللي هي نص معيار الدقيق هنحط زيت الزيتون، هنحط الملح، هنحط السكر، هنحط الخميرة، وندوبهم مع بعض وننزل واحدة واحدة على الدقيق لحد ما يتلم كله، لو في العجانة أو على ايدينا حسب الموجود. وبكده يكون العجينة اتعملت. سيبها شوية تريح 20 دقيقة، بعد كده نبدأ نقسطها على حسب الكمية. كوباية الدقيق دي تعمل معايا بزيتين مثلا ثلاثة، بقسطهم يعني ايه، باخد الكمية أو الحجم اللي أنا عايزه وبعملها بشكل كور وأقلبها كويس بإيديا وأفردها على بالمردانة وعلى الرخامة، وبكده أحط عليها على طول صوص طماطم. حابب أحط بقى عليها فراخ ماشي، أحط عليها خضار برضو ماشي، حسب اللي حضراتكم حابين. نجيب مضرب. حاضر، بس أنت بديني بس دقايق أقفل المكرونة دي عشان أستفيد بيها بس في الفصل ده في الفرن. ممكن معلش أنا عارفك وأنت عارف تقعد تقول لي كلام دلوقتي عشان اطلعك فاصل، وبعد ما اعمل تقول لي لا ما انت انا حاجات كده. انا عارفك هجيب عندي خلطه البشاميل اللي احنا بنشتغل دايما مع حضراتكم بيها منتهى السهوله. بص اللبن كده يا ابراهيم، اول ما احس ان خلاص بدا يبقى بخاره بيطلع كده يبقى خلاص بدا يبقى دافي. قرب بس كده ماشي، وانزل عندي بسم الله الرحمن الرحيم خليط. دي خلطه البشاميل الجاهزه بتاعتنا كلنا بنجيبها بتاعت كنور، وابدا اقلب على طول كده اهو اهو. شوف اهو، بس مش واخد راحتي واقفه. ايوه كده، تقليب تقليب تقليب. وعشان احيقها كمان ممكن اديها من عندي سنه جوزة الطيب بسيطه لو حبينا، وممكن تجويده بقى كمان وكعب مرق. يا عم ما تهزرش، جربوا اهو كده. وبص جوزة الطيب قد ايه، واقلبهم مع بعض اهو. انا خلاص اقلي من دقيقتين البشاميل بس يخلص، وقفل الكلام ده كله وحطه على طول في قلب الطاجن. بس نوري الناس انا عايز اعمل ايه في البشاميل ده، عشان عايز اميكس المكرونه الاول باللحمه وانزل بيها في الطاجن في الاخر او في الحله او في البايركس حسب اللي هشتغل بيه. لا مفيش شويه، خلاص يا باشا يلا بينا اهو، تعالى ما تقلقش مني انا معاك اهو. ايه يا استاذ ما تقلقش، ايه يا عم طول ايه وتودي مين، انا مع حضراتكم اهو سريعا اهو. يلا بينا، اقل من دقيقه. عايز قد ايه، دقيقتين ثلاثه مثلا، دقيقتين بس، ثلاث دقايق يا عم هيكون خلصنا فيهم ان شاء الله. يا سلام، عشان بس نخلي الناس تبقى شايفه الحاجه من اول لاخر. انا هو اصل هو الفصل الاولاني هو الوحيد اللي باخد فيه حقي شويه معاك. حالا 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 خلاص البشاميل خلص، المكرونه عندي القلم بسويها ثلاث اربع تسويه، ما بسويهاش تسويه كامله. ليه بقى؟ ادي البشاميل خلصان اهو، صدقتني. بص البشاميل بقى عامل ازاي، شوف نعمل ايه بقى دلوقتي. هنجيب عندنا بوله فاضيه، هناخد في البوله الفاضيه دي حبه بشاميل. شوف البشاميل بسم الله، خدت بالك روت في ثانيه ازاي. على حبه البشاميل دول هاخد كمان حبه لحمه مفرومه، شوف الدلع نص الكميه. وعلى حبه البشاميل واللحمه المفرومه هاخد نص كميه المكرونه اه، وراح ماسك المعلقه وبقلب الكلام ده كله مع بعض. وبص الدلع هنا عامل ازاي ما شاء الله اه. شوف انا احبها كده، واحبها كمان اروح اعمل ايه بقى في النص، حط في النص حبه جبن كده دلع الحاجه كده. ده قبل ما تتحط في الصينيه وقبل ما نعمل الرق الاخير. بص المنظر، تاكل حبه مكرونه بشاميل من اللي احنا بنحبهم اهو. ماشي الكلام، كلام جميل. طيب نجيب صينيه حلوه، تعال نحطها في صينيه حلوه كده من الصواني بتاعتنا. انا جاي لك حالا، دي حلوه. واروح اعمل ايه في الصينيه دي بقى، يا اما احط حبه بشاميل يا اما احط عندي في ارضيه الصينيه مكعب زبده كده. بص اهيمه اهو كده اهو، حلو كلام، كلام جميل. واجيب عندي الرق اللطيف اللي انا عملته ميكس ده كده اهو اهو. شوف شايف المنظر، اللحمه حلوه ازاي، مكرونه والجبنه وكله واخد حقه اهو. شوف كده، وراح اعمل ايه بقى تاني، جايب عندي بقيه كميه اللحمه ونزلت بيه كده اهو اهو. بص حلالنا فاضيه ازاي، نوسع بس نفسنا ونساوي امورنا باللحمه المفرومه اللي حطيناها في الرق التاني اهو. شوف الدلع، واجيب عندي بقيه المكرونه بقى دي اللي اقفل بيها، واروح اعمل كده اهو. شوف
حلو الكلام؟ كلام جميل جدا. وراح رافع كده وهعمل حاجه حلوه قوي، هخفف كمان حبه بشاميل، هخففهم شويه. بايه بقى هخففهم بقى؟ هاخد عندي عليهم حبه كريمه لباني. شوف الدلع بقى اللي جاي، بسم الله. شوف اخففهم بيها واحط في النص عليهم كمان الجبنه بتاعتي. و ماشي، خلي المرقه لو احتاجت تاخد مرقه ماشي، ما احتجتش انا كده تمام. بص البشاميل بقى عامل ازاي، بالجبنه الكريمه اللباني، وابدا ارص كده. هنطلع فاصل من دي على طول يا باشا، يلا ونقفلها ونحط على وش حبه جبنه. يلا بينا يا باشا، اتفضل يا استاذ. تعال نطلع على في الفرن ونشوف احنا اخبارنا ايه. المكرونه على ما اعتقد خلصانه، بسم الله الرحمن الرحيم. انا هطلع لك المكرونه هنا قدام عينيك على ما نقفل بقيه حاجتنا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، ما شاء الله ما شاء الله.